رمضان بقى شهر التسامح والعفو والمغفرة، احنا لو طالبين من ربنا ان هو يسامحنا ويعفو عنا، فين قدرتنا احنا كمان على التسامح والبداية من جديد ونبذ الخلافات اللي ما بيننا وما بين بعض؟ في الحقيقة احنا بنشوف ان رمضان فرصة اكبر للتواصل، واحنا كلنا قاعدين على وجبة الفطار بنتكلم مع بعض، فرصة اكبر ان احنا نتواد ونتشارك، وكل الصور الجميلة الاجتماعية الحلوة اللي كانت موجودة في مجتمعاتنا اللي للأسف بعض من مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تاخدنا منها شوية. ممكن كلنا نبقى قاعدين دلوقتي على مائدة واحدة بناكل مع بعض، بس كل واحد مهتم بالعالم الافتراضي. لا، في الايام العاديه كل واحد واخد طبقه، واللي بياكل في ميعاده، واللي بياكل في اوضته، واللي بياكل في كذا. صحيح. الا رمضان يعني فرصه ان احنا نتجمع، فرصه ان احنا نتكلم، فرصه نشوف احنا واقفين فين السنه دي وحابين نوصل لفين السنه الجايه، فرصه كمان نفكر ازاي ان احنا نطور حياتنا بشكل مختلف، نتعرف على بعض بشكل جديد، ننزل نحاول ان احنا نتمشى، نخرج، نعمل اي حاجه تجدد كمان من حياتنا ومن علاقاتنا، ونبص كمان لبعض بنظره مختلفه، ونقدر نقيم علاقاتنا بشكل كويس عشان نقدر في وقت من الاوقات ان احنا نبقى احسن يعني. صحيح.